استقبل حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في المجالات كافة، كما بما يحقق تطلعاتهم المشتركة، كما تمت أيضا مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر هذه المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ الجراح الصباح، ورئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح. أقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر أمس مأدبة غداء على شرف معالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه أمس الثلاثاء رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوطيدة بين البلدين وأوجه دعمها وتطويرها في شتى المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. غادر معالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف والوفد المرافق له، غادروا البلاد بعد زيارة رسمية بدعوة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. كان في مقدمة مودعي معاليه على أرض مطار الكويت الدولي معالي رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان نصار عبد الرحمن المطيري وسعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الكويت غلام دسجير وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.